اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد في عالم الزراعه مع المهندس الزراعي جوزيف بولس. طبعا من بدايه ندعو حضراتكم للاشتراك في القناه وعمل سبسكرايب وطبعا تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الزراعه، وشير ولايك لتعم الفائده لكل الناس. طبعا النهارده بنتكلم مع حضراتكم في فيديو جديد عن النخيل المجدود المجدول. طبعا هنا في صعيد مصر في محافظه المنيا ناس كثيره كانت بتسالني وبتقول هل يصلح زراعه المجدول في محافظه المنيا؟ طبعا كم الاتصالات كبير جدا الفتره الماضيه بيسالني هل يصلح زراعه المجدول في محافظه المنيا؟ طبعا بنقول تقول ونتابع مع حضراتكم ونأكد يصلح ويصلح ويصلح جدا. طبعا هنا في مزرعه في الصحراء الشرقي بمحافظه المنيا زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، شجر عمره 6 سنوات منتج وجيد جدا الحمد لله، بينتج ما يقرب من 40 ل 50 كيلو من الثمار طبعا، ولسه ما زال عليه من عدد من الفسائل والرواكيب لسه لم يتم فصلها. طبعا تم فصل عدد من الرواكيب وعدد من عدد من الفسائل قبل ذلك. طبعا هذه الزراعات مزروعه على مسافات متقاربه 5 في 5، واحنا بننصح وبنقول وكنا اتكلمنا في فيديو سابق وطبعا هتجدوه في مربع الوصف اسفل الفيديو رابط الفيديوهات اللي احنا اتكلمنا فيها عن المسافات المناسبه لزراعه المجدول والبرحي. طبعا يفضل زراعه المجدول على مسافات 7 في 7 علشان الجريد بتاعه اصغر من البرحي، ولكن البرحي لا يقل عن 8 في 8 متر. طبعا بنشوفه قلنا وبنتابع ان الزراعات على مسافات متباعده 7 في 7 للمجدول بتدي جوده في الاثمار اعلى. طبعا هنا برضو علشان نكون يعني في صراحه تامه مع حضراتكم، لم ينضج انضاج كامل بالعدد او الوزن الكامل على النخله. يعني ازاي؟ يعني احنا دلوقتي النخله بتنتج حوالي ما يقرب من 50 او من 40 ل 50 كيلو او تصل ل 60 و70 كيلو كمان النخله المجدول لما بتم عمرها الكامل في عمر 10 سنوات من الزراعه، ولكن طبعا هنا بينضج عدد حوالي ما يقرب من 50% على الاشجار ويتم جمعه طبعا تدريجيا وليس مره واحده، والباقي طبعا سوف يتم وضعه في منشر خارج المزرعه وهنتابع مع حضراتكم ونشوف المنشر. ولكن طبعا ما يتبقى من الثمار المتواجده على الاشجار جزء بيتم جمعه في الاول وجزء الاخر بيتم وضعه في المنشر اللي بيكون جزء منه مرطب، والباقي الموجود على الاشجار طبعا علشان العدد بيخف فبالتالي بنحصل على جوده اعلى وبيتم يعني تجديله بالكامل على الشجره والحصول على جوده عاليه جدا جدا. طبعا ده بالاضافه الى ان هو مزروع على مسافات متقاربه، ولكن احنا لو زرعنا على مسافات متباعده ويعني المنصوص عليها هي 7 في 7 ويفضل طبعا لو موجود مساحات اكبر 8 في 8 هنحصل على جوده عاليه جدا جدا خصوصا في وسط مصر وشمال الصعيد هنا في محافظه المنيا. ولكن طبعا لو موجود في محافظات زي اسوان، القنا، الوادي الجديد، الفرافره، توشكا، الواحات، طبعا ما فيش مشكله يزرع على مسافات 7 في 7 وهيدي انتاج وجودة عالية جدا لأن ده جو مناسب ليه. وهنا أيضا في محافظة المنيا برضو جو مناسب لزراعة المجدول وبيدي جودة وإثمار عالي جدا جدا جدا. طبعا هنا هنشوف ونتابع إزاي برضو موجود عدد من الفسائل تابعوا معنا. طبعا هنا هنشوف الشكل ده عمره 6 سنوات حواليها 9 فسائل الحمد لله شكل جميل جدا جدا، وطبعا صالحة معظمها صالح للفصل، كل دي تقريبا صالحة للفصل. وطبعا تم فصل عدد سابق من الفسائل قبل ذلك على الاشجار وسوف يتم فصل هذه الفسائل ان شاء الله ونقلها للمكان المستديم للتوسع في الزراعه ان شاء الله تعالى. طبعا دي كانت جوله بالنسبه للاشجار وهنشوف ونتابع مع حضراتكم المنشر باذن الله، تابعوا معنا. قبل ما نروح المنشر طبعا هنتابع مع حضراتكم ونشوف عدد الفسائل المخرجه حول النخله الام، لان في ناس بتسالني كتير بتقول لي هل زراعه الانسجه افضل من ناحيه عدد الفسائل ولا الفسائل المفصوله من النخل الام؟ هنقول لحضراتكم ان دي فسائل مفصوله من النخل الام وجاءت وزرعت هنا من 6 سنوات وانتجت عدد من الفسائل حولها عدد كبير جدا، هنا طبعا ما يقرب من 13 فسيله غير طبعا اللي اتفصل قبل كده، واضح ان هنا في كان في مكان فصل، ولكن هنا بنتابع ونشوف تابع ونشوف مع حضراتكم هنا عدد الفسائل والحمد لله في حاجات تصلح للفصل وفي حاجات لسه رواكيب لسه لم يتم تجزيرها بعد. ونشوف ونتابع كل دي عدد من الفسائل والرواكيب، وبنشوف ايضا ونتابع لان يعني هي مش نخله واحده اللي بنتكلم عنها ولكن في مكان ثاني ونشوفه اهو، بنتابع برضو عدد من الفسائل والرواكيب الصالح للفصل وبحجام مناسبه جدا وكويسه جدا. تمام اهو بنشوف ونتابع مع حضراتكم
عدد من الرواكيب ايضا لسه. طبعا لما يتم ازاله الفسائل دي هيتم الترديم حول الرواكيب ان شاء الله وخروج جذور عليها ويتم فصلها فيما بعد ان شاء الله. طبعا ده نموذج لعدد الفسائل المخرجه حول النخله الام، وهنتابع ونشوف المنشر اللي بيتم عليه عمليه انضاج الكامل لثمار المجدول. تابعوا معنا. طبعا دلوقتي احنا بداخل المنشر وداخل الصوبه بلاستيك. طبعا حاليا دلوقتي تم جمع المحصول طبعا من فتره، ولكن احنا بنشوف ونتابع مع حضراتكم ونوري لحضراتكم ازاي بتتم عمليه تجفيف وتطمير والحصول على جوده عاليه من تمر المجدول. طبعا قدام حضراتكم ده المنشر، ودي الترابيزات اللي بيتم فرد البلح عليها علشان ينضج ويتم اكتمال النضج عليه. طبعا وده هيتر بيتم عباره عن بيسحب هواء من بره وبيضخه هنا علشان عدم تراكم الرطوبه حوالين الثمار، طبعا لان احنا بنحتاج الى جو جاف خالي من الرطوبه او ذات رطوبه قليله علشان الرطوبه دي بيحدث تعفن حول الثمار لو في رطوبه عاليه، ولكن لابد من ازاله الرطوبه من حوالين الثمار وتبقى درجه حراره العاليه فقط. طبعا بنشوف المتابع ان الصوبه بلاستيك، والبلاستيك ده بيجمع درجه حراره، بيكون درجه حراره مرتفعه، وبالتالي الحصول على حراره عاليه داخل الصوبه ورطوبه منخفضه نتيجه لوجود الهيتر، طبعا علشان نحصل على جوده عاليه من تمر المجدول. طبعا نرجو ان حضراتكم تكونوا استمتعتم بهذا الفيديو، اذا عجب الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناه وعمل سبسكرايب ودعمنا بالشير ولايك لتعم الفايده لكل الناس. كان معكم مهندس زراعي جوزيف بوليس، مهندس استشاري نخيل. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم. لا نغفل طبعا دور المزرعه ودور القائم على المزرعه، هنا المهندس اشرف القائم بدور المهندس الزراعي على المزرعه. طبعا هنا مزرعه الريدي بالصحراوي الشرقي محافظه المنيا بالقرب من مطاي، طبعا للانتاج الزراعي والانتاج الحيواني ايضا. نرجو ان حضراتكم تكونوا استمتعتم بهذا الفيديو، وان شاء الله نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله تعالى. الى اللقاء.